ايش بتاكل يا حلوم؟ احنا كل يوم قبل ما ننام بنودع اولادنا، لان احتمال ما نصحاش اصلا او ما يصحوش هم. ايش بتسوي ولا؟ ليش تعمل عملية؟ حدا بتصاوب بالكو؟ دار مين؟ دار مين؟ يا ورتيل براش. يا ورتيش. يا ورتيش مجزر هادي. ولا 200 شهيد. والله ربنا سترك، والله بالنم هانا. عندك زاد ما ربنا كنسك فتشاك. كل شيء كل شيء يا وليد. حضر شنطة الإسعافات وإيش في أدوية بقدر أخذها معايا. خلاص أنا طالع. أنا ثلاث مرات ربنا إيش سلمنا من حزامنا ري ومدفعية، وعندنا الأمر عشوائي. يعني الليلة ربنا سلمنا من الدار اللي جانا بدنا نزلوها، والدار اللي قبلنا وتوي. بابا مجروح خفيف يا بابا، خفيف مجروح مش كثير. أما كنت جوا الشباك. بقيت تعالوا جوا الشباك. إلا تستمع. قد هنا صرخان. فوق برج الشفا أو فوق مجمع الشفاء الطبي، بحاول أوصل بعمل أصور الفيديو أعرف تغيير هذا اللي صار. والله روح أشرد ربنا ستر. هاي مروح من مجمع الشفاء لمركز الإغواء اللي أنا ساكن فيه. شوف أنا نمر عن مخلفات حرب، إذا مش مفجورة ممكن تنفجر. الناس حط عليها زي حجار ايش الحاجة. انا الان على برج ارتفاع يمكن 6 طوابق، بحاول ان اجيب انترنت. خبيني من الزنانة، سامع صوتها عدت حسب بدها تدخل والله براسي. تقدر تقول انا بيت في الشارع، بيت ليلتين في الشارع، والوضع صعب جدا جدا. فيش امان في اي مكان في غزة.